افتتح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وذلك بحضور عدد من القيادات بمحافظة البحيرة. شهد مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من كافة الأعمال المنفذة نقلة كبيرة بجودة ومواصفات عالمية تليق بالجمهورية الجديدة. في إطار الاهتمام الكبير للدولة المصرية بحماية التراث المصري، يأتي مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة خطوة في مجال ترميم الآثار والمواقع والكنائس الأثرية، من خلال زيارة وادي النطرون بمحافظة البحيرة لتفقد بعض المعالم الدينية وافتتاح مسار العائلة المقدسة. خلاص الدولة عملت البنية التحتية، أكيد يبقى في مجال الاستثمار في المخيمات والمناطق اللي هتبقى تخدم الكلام ده. وبالفعل المحافظة عملت استثمار مع أحد الشركات وعمل منطقة سياحية قريبة جدا من المسار في وسط البلد في وادي النطرون، وبيستكمل إجراءات. اللي عايز يستثمر في مجال في بعض النقاط معينة أو في النقاط كلها اللي ممكن تبقى في راحة للزوار، وإحنا فعلا في يعني إحنا سمعنا إن في بعض الشركات بره في أوروبا جهزت إنها فعلا تعمل رحلات للرحلة رحلات العائلة المقدسة، ولكن إن شاء الله لما يعلن سيادة الرئيس الافتتاح الكامل بإذن الله هيكون إن شاء الله إعلان كامل لخط المسار بإذن الله. يتضمن برنامج الزيارة متابعة لعرض حول مسار العائلة المقدسة وتفقد معرض التراث القبطي والمنتجات التراثية والتوجه لتفقد نقاط مسار العائلة المقدسة بالوصول إلى أديرة الأنبا بالشوي والسريان لتفقد المعالم الدينية. مشروع قومي عظيم جدا، وكمان بأضيف له المشروع الثاني في سيناء وهو مشروع التجالي الأعظم اللي سيادة الرئيس برضي مهتم به. كلها مشروعات تاريخية ترضي الكل وتفرح قلب الكل وتجذب سياحة من كل العالم. مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، ويعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر البلدان لارتباطه بهذه الرحلة لأكثر من 25 منطقة في ربوع مصر المختلفة.